الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي. احتفالات تعم الشوارع التونسية بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل مجلس النواب وإقالة الحكومة. اليوم بدء الاستشارات النيابية في لبنان لاختيار رئيس الحكومة الجديدة. العاشرة صباحاً، الثامنة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونائبي الوزير لمراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020-2021. كما وجه الرئيس بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة. وشهد الاجتماع استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، حيث وجه الرئيس السيسي باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك مما فيها تنمية القدرات البشرية. قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه. جاء ذلك بعد اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، حيث أعلن الرئيس التونسي أيضاً إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس للوزراء ويعينه رئيس الجمهورية. تأتي قرارات الرئيس التونسي بعد احتجاجات شهدها محيط البرلمان للمطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبة رموز حركة النهضة الإخوانية، كما اقتحم محتجون مقرات عدة لحركة النهضة في عدة مناطق. شارك الرئيس التونسي قيس سعيد حشدا يحتفل بقرار إقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان في شارع الحبيب بورقيبة. وأكد سعيد أن الشعب التونسي عانى الكثير خلال الفترة الماضية نتيجة ممارسات الجماعات الظلمية، مؤكدا أنه سيتخذ تدابير أخرى إذا ما اقتضت الضرورة هذا. وخرج التونسيون في جميع الولايات بالبلاد تأييدا لقرارات الرئيس قيس سعيد. بدأ الرئيس اللبناني ميشيل عون بإجراء استشارات نيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة. ووفقا للجدول المعلن من الرئاسة اللبنانية، فإن عون سيبدأ مشاوراته النيابية باجتماع مع رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وسعد الحريري وتمام سلام، على أن يلتقي ممثلي بقية الكتل تباعا. أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق التزامها بإنجاز كافة التجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمحدد في 10 أكتوبر المقبل. وأوضحت المفوضية أنه تم تشكيل لجان رصد مركزية وفرعية في المحافظات تتولى مهمة متابعة المحملات الانتخابية للمرشحين ومدى الالتزام بالنظام الانتخابي. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها 39 إصابة وست وفيات جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى خروج 122 متعافيا من المستشفيات. وذكر المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 284,024، من ضمنهم 227,612 حالة تم شفاؤها و16,487 حالة وفاة. نهاية الموجز، والمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب.